هل اتخذ القرار بموضوع إذا كنتوا رح تظهروا من الدورة الثانية من مجلس النواب لتطيير النصاب، أو أنتوا باقيين حتى بالدورة الثانية لحتى يصير في انتخابات، ولا ما تتحملوا أنتوا نتيجة تعطيل رئاسة الجمهورية؟ هيدا يعني كله رح ينبحث بكره، بس انا بقول لي انه اليوم ما بقى، يعني اليوم هذه عمليه تعطيل النصاب في واحد يعملها مره ومرتين، ولكن الوضع العام بالبلد اليوم ما بيحمل جو الفراغ اللي نحن عايشينه او ممكن نعيشه. بال 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 2014 و15 و16 كان جو البلد غير شيء، اليوم في عنا انهيار، في عنا تحلل للدوله، في عنا انهيار للمؤسسات، في عنا اليوم نحن ازمه ماليه واقتصاديه ما شفناها بلبنان ابدا، فما عنا ترى في الوقت ما حدا بيقدر بيتحمل اليوم انه الاستمرار بهيدا الفراغ وبالتالي تعطيل جلسة الانتخاب. بس هيدا ممكن انه يكشف ظهر حزب الله بالمرحله المقبله، اذا في حال انتم امنتوا النصاب وصار في يمكن رئيس مخالف لراي حزب الله. احنا بكره رح ناخذ كل هيدي الاشياء بعين الاعتبار، كمان الكل مدعو، يعني اليوم كمان حزب الله يعني اليوم مش خافي على أحد عملية دعم الثنائي الشيعي للوزير فرنجية وبدعم ترشيحه. أنا اللي بدي أقوله اليوم هون للثنائي الشيعي، طيب اليوم إذا قدرتوا أمنتوا 65 نائب لحتى يوصل الرئيس فرنجية، طيب هيدا شو بتقدروا تعملوا؟ شو بنقدر نعمل بالبلد؟ رح ندخل عملية انقسام داخلي وعملية اليوم شلل للدولة لمدة 6 سنين تانين. هل هيدا المطلوب؟ ما كمان نحن يعني اليوم نحن والثنائي الشيعي وخاصة نحن وحزب الله بهيدا الملف بالضبط مش متفقين، وعلى المقاربة لأله في يعني في اختلاف بوجهات النظر، لعله انه على القليلة اولا نتفق نحن وحزب الله على مقاربة موحدة لموضوع انتخاب رئيس الجمهورية. بس هن عم يطرحوا سليمان فرنجية كمرشح توافقي، يعني انتم ما بتشوفوه كمرشح توافقي؟ يعني اليوم 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 القوات اللبنانية طرحت زميلنا اللي محترمه الاستاذ ميشيل معوض، هو كمان طرحيته بالاول شفنا الخطاب انه عندنا مرشح تحدي وبدنا مرشح، ما بدنا غير مرشح تحدي يقدر نواجه فيه الافرقاء الثانيين. هلا رجعوا وضحوا هيدي القصه، بس ولكن يعني اللي بيسمع بالاول ما بقى بيسمع مرتين. اليوم اي فريق واي عاقل بلبنان لا يمكن انه يقدر يطرح مرشح تحدي حتى لو قدر امن ال 65 نائب. اليوم مثل ما بنعرفنا بخلال كل العهود السابقه ببلش الرئيس بعمليه 80 و85 نائب بينتهي ب 65 نائب، كيف الاحرى اذا بدك تبلش العهد ب 65 نائب؟ المطلوب المزيد من الحوارات والتشاور الثنائي بين كل الأفريقيين، حوارات ثنائية بين كافة الكتل النيابية، حتى نحن مع القوات اللبنانية لازم يكون وضروري يكون في حتى حوارات حوار، حتى لو ما وصلنا إلى اتفاق ولكن التواصل مطلوب. البلد هيدا ما بينحكم إلا بالتوافق، إذا كان عن جد بدنا نوصل إلى رئيس يقدر يلم البلد ويقدر ينقذ البلد من اللي وصلنا له لقاله، لازم الكل يكون مقتنع بضرورة الوصول إلى رئيس توافقي يقدر يحمل هذه المشاريع الكل لمجلس الوزراء، لأنه حتى يصير تنفيذ لهذه المشاريع أو لمجلس النواب. أنا اللي بدي أقول لك إياه، بظل صلاحيات رئيس الجمهورية الحالية وهو ما عنده أي صلاحيات ليقدر يكون أو يمتلك الصلاحيات الكافية حتى يقدر ينفذ الخطط الاقتصادية والمالية وعملية بناء الدولة، هيدا لبنان مركب هيك، بهيدي العملية لا يمكن نقدر نعمل أي شيء من دون ما يكون في توافق بين أكثرية الكتل النيابية. بس يعني اسمح لي هون استفسر منك زيادة، يعني حضرتك بتعتبر والتيار بيعتبر أنه سليمان فرنجية مرشح تحدي بوقت أنه عنده إجماع شيعي وعنده دعم سني وعنده قبول درزي وعنده أيضا مستقلين مسيحيين عم يدعموه؟
اليوم مش خافي على أحد، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وقوى التغيير، وبعتقد يعني ما بدي احكي عنهم، بعتقد الكتائب وحتى النايب ميشيل معوض، طيب هولي كلهم سوا غير داعمين للوزير فرنجية، وبيعتبروا الوزير فرنجية بمحل ما انه حليف الى حزب الله. طيب هل ممكن اذا وصلتي الى انتخاب الوزير فرنجية ب 65 دور نعمل بالبلد الاصلاحات المطلوبه ونعمل بناء دوله مؤسسات؟ ما هيدا البلد هيك مركب، وما في نظام اكثري اذا الاكثريه وصلت للحكم هي بتحكم والاقليه هي بتعارض. هيدا النظام الغريب العجيب اللي ما حدا بده يقبل يقدر يغيره، بيجي موصل الى مجلس وزراء توافقي منبثق عن المجلس النيابي، بتروحي على المجلس النيابي بدك تسائلي الحكومه، ما الحكومه هي بتمثل الكتل النيابيه، يعني نحن يا ريت لو بناخذ الدروس من اتفاق الطائف، ونحن عم نقول تطوير النظام باتفاق الطائف، وبالتالي اللي تطبق منه والشوائب الموجوده فيه نقدر نعالجها، واللي ما تطبق منه نرجع نطبقه حتى نشوف شو ممكن ينتج عنه من شوائب. النائب اسعد درغام، انا بدي اتشكر كثير اطلالتك معنا سعاده النائب، على امل انه بجلسه الخميس يعني نشهد ولاده او انتخاب رئيس جمهوريه جديد لهذا البلد المنهار. شكرا كثير لاطلالتك معنا.